مش مشكلة هضرب عصير. معرفش هما برمجوها ازاي. مبحبش اتكلم عن نفسي كتير. مش موضوعنا. احنا نتكلم على البنت دلوقتي. لا انا ذكية. زينب حسن مرحب بك معانا النهارده في حفل جوايز الميم. اهلا بيك. مبارك لك على الجايزه ومؤسسه كرامتي برضو في الدرجست ودي تاني جايزه ليكي. كلميني على شغلك. الله يبارك فيك. اولا ثانيا مبسوطه جدا جدا بتكريمي للمره الثانيه من مجله الدرجست خصوصا جايزه الميم. يعني حاجه انا فخوره بيها جدا جدا ومبسوطه بيها جدا جدا. مش عارفه اقول ايه ولا ايه بصراحه، ولكن عايزه اشكر كل شخص اخذ من وقته وصوت لي، كل شخص حس انه انا قدمت حاجه حلوه فدي كانت مكافاه منهم، فمبسوطه جدا جدا بصراحه. الحقيقه قبل الشهره حاجه وبعد الشهره حاجه، ايه اللي اتغير معاكي؟ اللي اتغير انه بقى في ناس كتير بتحبني اكتر، ناس كتير بتحب تسمع لي عكس وانا صغيره كنت انا بغني بيني وبين نفسي الحاجات دي كلها. لا دلوقتي بقى في ناس بتستنى يعني ان انا انزل حاجه او ايا كان، بس فدي الحاجه اللي بصراحه اتغيرت ومخليني مبسوطه. النجاح بيتقاس بالملايين على اليوتيوب ولا بيتقاس بنجاح ان الجمهور يعرفك حتى لو انت موجوده في شارع او في كافيه او كده؟ انت بتقيسي نجاحك ازاي؟ بص هو في يعني على حسب كل شخص بيقيسها ازاي، ولكن انا دايما بشوف انه النجاح بالحاجه اللي الشخص بيقدمها ورد فعل الناس عليه. بس ف كل حاجه مختلفه او كل شخص ليه طريقه انه يقيس نجاحه بطريقه مختلفه، ولكن انا دايما بشوف انه لا يعني عادي ما تضايقش. بس الزعل بيخلي بيخلي البنت تتضايق او الست تتضايق وبيبان مش موضوعنا. احنا نتكلم على البنت دلوقتي، فبس ممكن تهمل بقى في نفسها تتضايق يبان عليها زعل الحاجات دي كلها، فما تتضايقش. لا والله ضد عمليات التجميل، كل واحد حر، بس انا بالنسبه لي لا ما بحبش. لا ما فيش مواصفات. هو بتجينا على البيج بسم الله ما شاء الله الفانز كتير فالناس بتسال، فاحنا جبنا الاسئله بتاعتهم. لا ما فيش مواصفات، هو الحب لما بيجي خلاص مش محتاج. اخبار المطبخ معاك؟ سيء جدا سيء جدا جدا. لا ما فيش مش اي طبخه خالص، ما اعرفش اي حاجه صراحه يعني. لا انا نكهه، ما انا حاولت افشل. انا جبت صح. لا لو حاولت ان انا افشل وفشلت فانا كده نجحت ان انا افشل. من كام يوم كده حصل ترند على السوشيال ميديا في الثانويه العامه، تلت التسعه كام؟ ثلاثه؟ لا ما تابعتش انا، خلصت. طب خلاص تلت التسعه كام؟ لا انا فاشله في الحساب. ثلاثه؟ صح؟ انا شاطره، طلعت شاطره. انا متفاجئ. لو بيضه وقعت في البحر ايه اللي هيجرالها؟ تغرق. مش هتتبل يعني؟ حبيت. بص يقول لك لا ده انا عندي نكت هايله، انا بحب النكت جدا. يقول لك مره واحد عند سوبر ماركت، ففي فار كل شويه يروح ياكل الجبنه، فصاحب السوبر ماركت راح ماسك الفار كسرت اسنانه، فالفار راح واقف لصاحب السوبر ماركت قال له مش مشكله هضرب عصير. الميه لونها ايه؟ الميه شفافه مالهاش لون. اللبن لونه ايه؟ ابيض. يا موسى بتشرب ميه؟ لا انا ذكيه. طيب الهاند فري الصوت بيمشي فيها ازاي؟ الصوت بيمشي فيها ازاي؟ الصوت مش بيمشي، معرفش هما برمجوها ازاي. برمجوها ازاي. تتمني ايه الفتره؟ اتمنى ربنا يوفقني في الحاجات اللي انا نفسي اعملها واقدم حاجات حلوه للناس يفرحوا بيها، و بس وان الدنيا تكون حلوه ومصر تفضل حلوه.